رفيجة اللي تحب رفيجتها وأهلها هذه يحطيها بعيونك، مو بنت إبليس. الظاهر أنت نسيت إيش كثر حنيتي عليه عشان أطلق بيبي قبل لا تدري عن زواجنا. أوه شاليه حكي جديد هذا كنا. ليش جديد؟ إحنا متعودين نروح الشاليه. ولا أنت هالويكند منتي رايحة؟ أبي أحس إني زوجتك مسؤولة منك تصرف علي تعطيني. من هذا اللي مع محمد أخوي؟ مشكور عطانا الحلو باشمهندس. عفا عليك يا ابو جاسم. الخبر بين ضلوعك وبين ايش تحبين وعندك احد مو راضي يتكلم الحين انا تخشين عليه؟ بيبي الله هداش، ترى هذا مو سويتش اوف وان نطفيه ونشغله على كيفنا، ترى هذا قلب، والقلب اللي يحب ما نقدر نتحكم فيه، هو يتحكم فينا. أنا قلبي مشغول. عشتو شنو مشغول قلب؟ وأنا أقول مبين عليك عندك شيء. لك الحمد لله ما فيك إلا العافية. الحمد لله رب العالمين. يمو حبيبتي أنت بس التزمي بالأدوية وأكلك ديري بالك علي ومالك إلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله يمو أنت لا تحاتي. إن شاء الله. إلا فهد وينه؟ كالعادة يمو مكبر المخدة، طبعا لا صلاة يمعة ولا مسجد، يروح يسهر بهالدواوين للفير وينام يقعد لحظة الغداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طلال شلونك؟ هلا شيماء شلونك؟ تمام الحمد لله. حلوة اللبن. ايش دعوة بنفسه علي؟ أكيد بنفسي، ليش ما تروح تصلي أنت؟ احنا هذه حالتنا معاك كل أسبوع، ما يصير يا يمه، صلاتك كل يوم تصليها بالبيت وقلنا ما يخالف، حتى صلاة الجمعة تبي تصليها بالبيت ما يصير. خلاص والله آسف، الوعد الأسبوع الجاي إن شاء الله من قبشة الله بقوم وأروح، إيش تبين بعد؟ ما علي خالتي، عزوبي وما وراء شيء إن شاء الله، باكر اللي يتزوج روتينه كله بيتغير للأحسن. شاء. إيه بس اللي يتزوج هالمرة أنا اللي بنقي له، ما خليه ياخذ على هواه. يمو ياهل هو ياهل، خليه ينقي على كيفه. يمو أحسن من ياخذ واحدة يحبها يتزوجها ويجيب منها عيال، وعقب يحب واحدة ثانية عليها وياخذها بعد. ما خذينا من الحب إلا القرادة. خلني أقوم أنشب لكم الغداء، أبرك لي من سالفتكم هذه. أنا أذنكم بكرة ساعد خالتي. أنت ذول ليش ما رحت الصلاة؟ يقول أنت كنت تصلي يعني إحنا بهزة عمري. من اللي يلعب وراي؟ لحظة من اللي يلعب وراي؟ أنا. لا تقش لا تقش. مبروك. لا ما يلوم. ما يصير. أنا فايز لعبتين. استريح يلا لعبي. تعال تعال. شلونك يا باي؟ إن شاء الله مرتاحة. روح ينادي خالك محمد بسرعة. أوكي. يلا حبيبي. لو ما سديتي خالي 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 فيزيك يا بيك فيجي غير فيجي. أوه هذا المهندس بدر. منو هذا يما؟ يما هذا مهندس بدر شاليه مهني إيراننا. هلا بالحبيب. حياك حياك حياك. شنو هذا يا معود؟ ليش مكلف على نفسك؟ لا كلافة ولا شيء، هذه نكسة بسيطة متنقص لكم من غدانا. والله يا أخوي مشكور ما تقصر. محمد هلا يبا. خل صاحبك ديش حياك. يلا حياك تفضل تفضل. الله يحييك حبيبي عمي. الله يحفظك. حياك الله حبيبي. الله يحييك قواك الله عمي. الله يقويك ويعافيك. الله يسلمك حبيبي. يبا هذا المهندس بدر شاليه مهني يمنا إيراننا. ما شاء الله ما شاء الله حياه الله حياه الله. شنو هذا اللي شايله بيدك يما؟ هذه نكسة خالتي نقص لكم موش طباخيني. ما كان له داعي تكلف على نفسك. لا كلافة ولا شيء خالتي، قلت دام ان احنا إيران واعرف محمد وملول من زمان قلت لازم تذوقون موشنا ما يصير. لا عطني عنك عندك انا شيء. لا لا حاف انا ودي المطبخ. وين مطبخكم؟ حياك ذاك الصوب تفضل تفضل حبيبي. الله يحفظك الله يحفظك عمي. حياك حياك. شكله الموش وراهن. اخ ريحه الطبخ تشندن. ايش قصدك؟ لا لا ما قصد شيء. يا بالي بعد. يلا مداخين العافية. الله يعافيك. حياك تفضل تغدى ويانا. لا عمي اليايات أنا الربع ناطريني بالشالية على الغداء، ما تغديت معاهم عطاهم حطلهم شي في ذك. لها الدرجة. خلاص عيل بنزوم المرة الجاية تغدى عندنا. تامرين خالتي. يلا
فمن الله بالعافية مقدماً. الله وياك. الله يحفظكم. ما قصرت. ما قصرت. ما قصرت. حياك الله فيك. فمن الله. الله يسلمك. ما قلت لي على سالفة المموش، بس ماشي مردودة إن شاء الله ومشكور وايد. العفو، بس قولي لي رايك. دام أنت اللي طابخة أكيد مو حلو. يديك يمه صراحه هالكويت هذه كلها ماكو مثل طباخك. الكويت بس؟ لا ما مو بالكويت، الخليج، الوطن العربي. ذيك المره القطب الشمالي متكلمين عنك، خوش طباخه لك. ما سلمي ايدك. ايش دعوه مو لهالدرجه؟ سلمي ايدك. الله يذكرها بالخير الحبيبه الغاليه اللي كانت تتشرق بطباخ. معطيني المرق. كنت كل يوم اطرش لكم الغداء مع السايق، وهذيك ترد من دوامها تعبانه مسيكين، تلاقي الاكل جاهز قدامها، تشوف الأكل قدامها ذاهب، تدق علي وتشكرني وتقول لي يا خالتي يعليدش ما تمسها النار، يعل روحك الينة، حتى منطوقها منطوق بنات الحمايل، الغلط ما يطلع منها أبد. يمه طلال، خالتي من تقصد؟ من أقصد بعد مرت الأولية بيبي، تعرفينها أخو كانت رفيشتك، ولا نسينا ما كلينا؟ بس هالساعة قلت عطيني مرق، شوش معطيتني طاف؟ ولا كال مرق. الحمد لله. ايه الحين الواحد ياكل. الحمد لله بصراحه خوش المووش. اي والله صراحه المووش كان لذيذ وناطع، حتى دقوس الاصبار حد لذيذ. ما شاء الله ياركم ما خلى شيء. يما ترى لازم ردها، لا ما يصير. لا ان شاء الله اليوم لما نشوي بالليل انت نقص له من راس مخفوق. صج الحين هذا طباخه ولا طباخ مرته؟ والله يبا ما ادري، بس هو قال ياي شاليه مع ربعه، فهي طباخه وطباخ ربعه اكيد يعني. لا هقوت انه طباخ الصبي. يما من صجك اكو صبي يطبخ كذي مموش؟ يبا المموش حق اهله. يجوز. صرنا بروحنا تحت شي. شو أقول؟ بذمتك بذمتك بيبيا وراس الويلو، في شي بينكم؟ بيني وبين منو؟ هجون ساعديني. هو أنا أقول البش مهندس وجايب لنا هالغدا وهاللوية. قولي صباح الخير. قولي قولي بيبياتك وين؟ قولي ليه وين تطورت علاقتكم من يوم سوالت الشقة ولمستك وين؟ تحت شي. على فكرة أنت مو صاحية. اوكي مو صاحيه بس تحجي تكفين. انا من يوم طلع طلال من حياتك وانا ادعي كل يوم واقول يا رب يا رب انك ترزقها ولد الحلال اللي يسعدها. بيننا شيء، بيننا علاقه صداقه معزه، يمكن اكثر شوي. هو خوش ريال، حنون، طيب، راقي، جي تحسينه فاهم الدنيا. زين قولي لي متزوج ولا لا؟ ايه بس مطلق. عندي ياهل؟ لا. حلو 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 كملي. شكمل عاد يلا عاد احترمي نفسك انا اختش العودة. اوكي اختي العودة ما اختلفنا، بس قولي ايش في قليلي؟ قالت احبك. قولي بروح اجيب شحني من السيارة بسرعة. وين؟ زين شوي 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 فيش مستعيلة في هذا على شحن؟ ما تفوق هالبنية.
الله يا كريم. حياتي امي. هلا خالتي مسالم. هلا بدور. هلا امي. شلونك؟ زينه؟ حبيبتي. امك نايمه ولا قاعده؟ لا قاعده قاعده. تفضلي حياك خالتي. حياك. هلا 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 ابو مسالم. هلا بالغاليه. حي الله من يانا. استريح استريح. هلا والله. الله يحييك ويبجيك ان شاء الله يا رب. هلا بالقاطعه اللي ما نشوفها الا بالتفق. ايش دعوة عليك يا حافظ؟ نشديني على اخبارك. شلونكم؟ ايش اخباركم؟ والله الحمد لله كنا بخير. عساك بخير ان شاء الله. نسال عنك. والله الحمد لله. يا بعد عمري انت. عسى دوم تكونون بخير يا رب. لو مو شايفه امك معك كان قلت جاي تراقبني وتسوي لي مصيبه مع اهلي. افا هذا احنا اهل وجيران. ليش انت خليت فيها اهل وجيران؟ انت ما حسبت حساب حق العشره اللي بيننا. قمت تعاملني كني واحده من الشارع. زين كلمه اسف تجبر بخاطرك. انت على شنو شايف نفسك؟ انت منو؟ انت شنو اصلا؟ انا اللي حطيت لك الورد. شنو؟ ايه انا اللي حطيت لك الورد وحبيت اسوي كل هذا بس عشان افاجئك او الفت انتباهك. بس للاسف سالم انا مرتبطه واللي مرتبطه فيه بيخطبني وبنتزوج. منو؟ فهيد؟ فهيد اللي اخوه باختك؟ بدور؟ من صدقك بتسلمين نفسك وتسلمين حياتك كلها بيد واحد اخوه باختك؟ ذمتك هذا واحد تبنين معاه مستقبل؟ انت منو عشان تتكلم عن فهد كذي؟ انت اخر واحد تتكلم عنه. ليش اخر واحد؟ عشان قاعد اقول الصدق؟ صدق اللي سمعته؟ علاقتك بفهد اخو طليل. فهد انا اعرفه من زمان من قبل لا تصير سالفه شدي وطلال. لا والله شنو تتوقعين بتاخذينه؟ وليش لا؟ مو عشان علاقتك اختربت بطلال خلاص توقف عن مستقبلي؟ لا انت اكيد مو صحيح. انت مستوعبه ايش قاعد تقولين؟ بدور هذول العائله ما منها امان. طلال من متى عرفه انا؟ من اول سنه جامعه لي حبيته ما عرفت ريال غيره. بنيت معاه بيت جبت منه بنت وتاليتها راح حق منه. ردي علي راح حق منه. أصحاب عيدك مو سوا. أصحاب عيدي وإيدك بس هم لا. لا تغلطي غلطتي بدور. سمعيها نصيحة من واحدة انكسرت وردت وقفت على رجولها مرة ثانية. العائلة العائلة اللي فيها واحد خاين الغدر يمشي بدمهم. هذه آخر مرة أسمع عن فهد. لو من منو سلموا لتيراننا. احشمي نفسك لا تصيرين حشوة بحوج الناس. امشي قدامي. يا حي الله مسالم. يا حي الله القاطعة. ايش دعوة يا حافظ؟ يران بالبيت ويران بالشاليه وما نشوفك الا بالتفق. نشوف نقصاتك وما نشوفك. ايش دعوة؟ وي يا ام محمد انت تعرفين بعد الجناين ما اقدر اخليهم بروحهم. وي واللي سلم عمرك. الله يعينك عليهم. هلا يمه. هلا بيبي. شلونك حبيبتي؟ عساك طيبه. وي ما شاء الله لا اله الا الله. بسم الله عليك. بسم الله عليك بدور. عسى الله يكبر حظكم انتو الثنتين وعسى الله يرزقكم ان شاء الله بالنصيب. امين يا رب العالمين. الله يكبر حظهم. امين. الله يعطيكم العافيه. شكل العشاء نار. محمد هلا يبا. لا تنسى الدز نقصه حق يارنا المهندس. ان شاء الله يبا. لا تحاتي حاسب حسابه. من اخلص راح اودي له. احسب حسابه وحساب ربعه. ها لا ان شاء الله لا تحاتي. هلا ذنكم. هلا دلال. هلا والله. هاي يبا بلشتوا؟ ايه بلشت الحمد لله. لا تجيسين شيء. ليش؟ لا تجيسين.
عسى يازلكم عشانه. أكرمكم الله. خوش عشاء. بالعافية. الله يعافيك. ما نمتي؟ لا، قاعدة. عيل سمعي هالغنية. إهداء. يا أخي بادر. يا أخي بادر يمكن أنت وانا خايف من كلامي حتى واضح من سلامي من اشوفك قلبي يضحك انت متاكد وعارف واقعيا كلهم يدرون وبين يا ما سلمنا على الكل من أجل واحد معين المشاعر وهي داخل ما تفيد إلا لما تبوح فيها لجل بادلها وزيد يا أخي بادر يمكن أنت لأنا ناطر بس أبي كلمة أحبك أنت خايف وانا خايف يا اخي بادر يمكن انت اللي انا ناطر بس ابي الو خلف تطلين من البلكونه شوي شنو هذا قعدتش من نوم انا لا عادي بعدي ما غفيت اتمنى من اللي صار اليوم يكون المسج وصل اي مسج بيبي انا دشيت عليكم تعرفت على اخوك جهلت شرفوني وشفتهم وأنا ريال مثل ما عندي غارية على أهلي وعلى خواتي ترى هم بعد عندي غارية عليك وعلى أهلك ما يرضين أن أستغفرهم بدر شنو تبي تقول؟ أقول لك أني داش من الباب وداش من التريشة أنا ريال شاريك بيبي أحبك فهمي أحبك أحبك وشاريك وبيك أبيك زواج أبيك على سنة الله ورسوله ما بيك لعب متى تبيني أكلم أمي وخواتي عشان يجون حق أهلك؟ أرد لك خبر لما نحضر الديرة زي ما قلتي لي شنو أقول؟ شنو شو تقولي؟ تحبيني ولا لا؟ أحبك أحبك أكثر منك كافأت الإدارة 5 طلاب هذا المثال الأول في 5 إذن هنا العدد هدوء هدوء عدد 5 نرجع إلى
العدد الأمثلة الأولى عشان نفهم شلون نتكلم عن العدد. هدوء قاعد أشرح أنا. شنو اللي خشيتي؟ أبلا ولا شيء. شنو اللي حطيتي داخل الدرج؟ أبلا قاعد أقولك ولا شيء. أي صوت بسمعه راح تطردون برا. الكلام للجميع، راح توقف الطالبة بالحر. قاعد أشرح أنا هني. نرجع. كافأت الإدارة 5 طلاب، هذا المثال الأول، في 5 إذن هنا العدد. تصدقت ب100 دينار و1000 درهم. ما عندك احترام حق احد انتي؟ يلا قدامي كتبوا العسب وارجع لكم، امشي الاداره يلا. اي جيلي تحيه ولسان طويل، سمعه سيئه بالمدرسه كلها، عطيناك فرصه واثنين وثلاث لكن ماكو فايده. ملزمه تخلينا كل يوم الثاني نسوي استدعاء حق ولي امرك. اي بس بس ولا كلمه. ابله منى عارفه عدل، من افضل المدرسات عندي، تعالج مشاكلها مع طالباتها، ما عمرها تعدت على طالبة من الطالبات، تحل مشاكلها بنفسها. إلا أنتي ما أدريش مشكلتك، تعاندين نفسك، تعاندينا، تعاندين أهلك. أنا لازم أشوف لك حل، أنا حسابي ويا أهلك. صبري علي بس. السلام. وعليكم السلام. هلا والله. هذا ورقة الاستدعاء. إي تمام، تأكدت كم استدعاء عليها؟ هذا ثامن استدعاء. أي ثامن استدعاء؟ غير السالفة هذه، كل شوي قاعد تملون علي. أستاذة فضيلة. تفضلي. دام الموضوع وصل لاستدعاء ولي أمرها، أنا عندي شكوى. شيخ لسانها طويل مو بس على المدرسات، حتى علي أنا. كذا مرة طولت لسانها وقلت أدبها طوفت بمزاجي. ودام الموضوع وصل إنها قلت أدبها على أستاذة منى، أنا ما أسمح بهالشيء. واضح إن إحنا سكتنا عنها وايد، وهذه النتيجة. تحتاج تربية من أول وجديد. لا، الشكاوى وصلت بعد حق الإداريات. ما في، أبوك لازم يجيني وأشوفه. أو ما عندي حل ثاني إلا فصلك، فصل نهائي. كنت بتعملي إيه عند المدير؟ ناديتني عشان هذه الطالبة السخيفة اللي اسمها شيخة. الله يعينكم عليها، إمتى تتخرج ونفتك منها؟ والله قثيثة. بيبي ارتحتي؟ ارتحتي بالحكي اللي قلتيه عني عند المديرة؟ شنو؟ تبيني تعلميني الصح من الغلط؟ اي ما يخالف علميني، بس انت علمي نفسك بالاول. بنت تكلمي عدل واحترمي نفسك. الاكبر مني خطصير قدوه زينه حقنا عشان احنا نحترمها، هي لو فيها خير كان مو بيقرا لرفيجتها. ايش قاعد تخربطين؟ بنت انت بتقولي ايه؟ خلاصي. اي لا طلعيني كذي، لو فيك خير كان مو بيقرا لبلمونة. بس خشي جوه انت لا تقولي ازعاج. هالفضه هاني متعشى بالمطعم مع رجل، انا شايفتهم بعيني وربك يا رجل. مع رجل تعشون. دشي خالي. خشي واخرج. ابله بيبي لو سمحتي دشي مكتبك وبعدين انا اناديك. ابله منى، ابله منى لو سمحتي. ابله منى تفضلي معي. ابله منى تفضلي. Thank you.
صبله اذا تسمح لي بقعد مع شيخه بروحنا ده ممكن يعني ان شاء الله يلا ابو يعني شيخ انت عبالي بهالطريقه تنتقمين مني جديد تهدمين بيت الحكي ما ينقال شنو هذا اللي قلتي أبلا أنا ما قلت شيء أنا ما قلت غير الصدق شفتي رأيي من قبل تعرفين شكله أنتي متأكدة إيه أبلا أنا شفته كم مرة لما يقطك وياخذك شفته يعني شفتيهم مع بعض متلاقيين بالصدفة قاعدين مع بعض يسولفون يضحكون شو اللي شفتيه غلط يمكن يتكلمون عني عندهم موضوع يبون يفاجئوني بشيء ايش قاعد تقولين تذكرين يوم شفتيه تذكرين اليوم تذكرين شو لابس وين يعني رايحين بسيارة واحدة ولا كل واحد بسيارته ولا معاهم أحد على الطاولة ولا قولي لي اللي شفتيه خل أفهم اي يابلا شفتهم شفتهم قاعد يضحكون قاعدين مع بعض وقاعد يطالعون بعض كأنه ما حد بالدنيا غيرهم حتى اني ظنيت انكم منفصلين عن بعض لان لما شفتهم كأنهم متزوجين حاولت اكذب اللي شافته عيني بس بصراحة كل اللي شفته كان يأكد لنا في بينهم شيء وشيء وايد عود بعد أنا آسفة أبلا منها أنا ما كان ودي أقول لك شيء بس الصراحة أبلا بيبي هي اللي استفزتني معقولة معقولة تعلمنا الأدب والأخلاق وكذي تسوي فيك تخون صداقتكم وتخون العشرة وكل شيء الصراحة أنا مصدومة وهذه ما تصلح تكون رفيجة صدقيني أبلة أنا آسفة أدري الشيء اللي قلته كان وايد صعب عليك جدا آسفة بحكمك علي ترى انا حالي من حالك مصدومه ما ادري لا تطلعيني كذي مشى بالممشى غير جو طالع من جو بروحي اصلا انا قلبي مشغول انا مو في شيء جديد بحياتك لا
انا قلت قلبي مشغول بس يعني بشنو؟ بنتي اكو اغلى من الظن. الخبر بين ضلوعك ومبين انك تحبين وعندك احد مو راضي يتكلم، الحين انا تخشين علي؟ الدنيا فيها خير لا تحاتين شيء وانا معك يا حبيبتي. يا صدق الله عوضني فيك، اعطاني اخت ورفيق. صعب بهالدنيا تلقين رفيج، وايد صعب. رفيج يحبك صدق ويخاف عليك ويعطيك كل ما فيه. كل اللي قاعد تقولين انا كنت اسوي مع رفيجتي، رفيجتي اللي خونت فيني وخلت رأيي. الدنيا للحين فيها خير والناس فيها خير بعد مثلك. حيل احبك، احبك وايد ولا تحرميني منك، لا تغيبين عني هالكثر. عارف ايش كثر يا عمر؟ لما اقرب اثنين في حياتي شغلوا زوج، كان زوجك وكانت على صديقتك. صعب، كسره والم وجرح وضغط. وانا انت من حطيتي بالموقف اللي انا حطيته.
ترجمة